السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي تلاميذ وتلميذات الصف الخامس الابتدائي أهلا بكم في قناة سنتر الرؤى النهاردة هنحل مع بعض تيست 11 on unit 12 من منهج اللغة الإنجليزية للصف الخامس الابتدائي الفصل الدراسي الثاني وما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد تيست 11 on unit 12 والاختبار ده يا ولاد موجود في كتاب المعاصر صفحة 226 A listening 1 listen and circle استمع معلمك وضع دائرة هنا أولاد هيبقى جايبين لنا كلمات المعلم يقول كلمة وإحنا نعلم عليها في ورقة الإجابة فالكلمات اللي عندنا أولاد نمبر one بارس بارس اللي كيس نقود بارس كيس نقود نيرس ممرضه نيرس ممرضه كلاود سحابه كلاود سحابه كلاود سحابه كلاود سحابه فورك شوكه فورك شوكه كوين كوين عمله معدنيه كوين عمله معدنيه كوين عمله معدنيه كوك يطبخ كوك يطبخ هنيجي يعني بعد كده اولاد نمبر 2 listen and complete listen and complete ده حوار يا اولاد بين فاطين وهدى فاطين بيقول you play very well you play very well انت تحذفين بطريقه جيده هدى قالت له سانكس اي موجد بلينج ميوزك يبقى اي يا اولاد I like I like playing music. يبريك تيب like. فاتين what نقد you want to be في بوات يا أولاد what do you want to be what do يبريك تفي هنا أولاد إيه do. هذا that I want to be a musician. يبقى هنا يا اولاد ايه اي وونت تبقى تكتب هنا يا اولاد ايه وونت انا اريد ان اكون موسيقار يبقى اي وونت تو بي ا ميوزيشن فاطين قال, ولاد. ولاد. قال لك ايه يا اولاد نقط دو يو وونت تو بي ا ميوزيشن يبقى هنا يا اولاد الاجابه هدى قالت بيكوز اي لايك بلاينج ذا فايلين يبقى السؤال كان ليه يا اولاد السؤال كان باي يبقى نكتب هنا واي واي دو يو وونت تو بي ا ميوزيشن B. Reading القراءة. 3. Circle the old word and replace it with the correct one. 1. جايب لك هنا أولاد ميوزيشن موسيقار سينجر مغني ميوزيك موسيقى تيتشر مدرس. فهنا أولاد هنا نعلم على ميوزيك ونكتب مهنة من المهن اللي خدناها وليكن يا أولاد وليكن فيت طبيب بيطري. 2. هنا أولاد جيبلك لك سكول مدرسة تيوز دي تيوز دي سلسة وينز الأربعة day, الخميس يبقى نعلم على سكول يا أولاد, ونكتب يوم من أيام الأسبوع ليكون Monday نمبر 3 سبون دانس سوسر fork يبقى هنا يا ولاد دول كلهم أدوات من أدوات المطبخ ما عدا دانس رقص فنكتب نعلم على الضمس يا اولاد ونكتب مكانها بان مقلا نمبر فور فيت طبيب بيطري انجينير مهندس ارتست فنان بارك حديقه يبقى نعلم على بارك يا اولاد ونكتب مهنه وليكن نيرس ممرض او ممرضه نمبر فايف بارس كيس نقود who أداة استفهام where أداة استفهام when أداة استفهام يبقى نعلم على بارس أولاد ونكتب أداة استفهام why بعد كده أولاد number 4 بيقول لك في number 4 أولاد fill in the cups using words in the box هنا أولاد جيب لك كلمة doctor, سريستري vet painter رسام هنجري جائع هنقرا مع بعض الفقرة ونكمل بكلمة مناسبة. أول حاجة يا ولاد in the future في المستقبل I'd like to be a painter عايز أبقى رسام. أ بعد كده يقول لك أ نقط can draw and paint nice picture. يبقى هنا يا ولاد إيه؟ نكتب هنا أ painter الرسام نكتب painter. الرسام يستطيع رسم وتلوين صور جميله My brother wants to be a أخي يريد أن يكون كذا طب هنا أولاد جبنا الدكتور وجبنا فيت نختار إيه فيهم نشوف الجملة اللي ورا منها He is kind to animals يبقى نختار فيت يريد أن يكون طبيب بيطري نكتب فيت He he offers them food and drink when they are يبقى وين زي ار يا اولاد نقط اور نقط يبقى نكتب يا اولاد هانجري اور ثريس اللي هو بيقدم لهم ميه وطعام لما يكونوا عطشانين او جعانين ماي سيستر وولد لايك تو بي ا computer بروجرامر اختي تريد ان تصبح مبرمجه كمبيوتر Number six. ريد ذا باسج اند انسر ذا كويشنز هنقرا مع بعض الفقره يا اولاد ونحل الاسئله اللي عليها I am Kareem. أنا اسمي كريم. I am in primary five. أنا في الصف الخامس. I get up at six o'clock. أنا استيقظ من النوم الساعة ستة. My father is a vet. أبي طبيب بيطري. He likes helping animals. هو يحب أن يساعد الحيوانات. My mother is a nurse. أمي ممرضة. He likes taking care of people. هي تحب أن تعتني بالناس He works in a hospital هي تعمل في المستشفى My brother أحمد أخي أحمد likes building things يحب أن يبني أشياء He wants to be an engineer هو يريد أن يصبح مهندس I have a sister عندي أخت She likes music very much هي تحب الموسيقى جدا She wants to be a musician هي أن تريد أن تصبح موسيقيًا. طيب بعد ما قلنا الفقرة أولاد هنحل الأسئلة اللي عليها: A fill in بلانك blank boxes with true or false؟ أول حاجة أولاد يقول لك كريم's father is an engineer. هيقول لك أبو كريم مهندس. لأ هو قال لك فيت. يبقى نحط علامة صح تحت false. يعني الكلام ده غلط false. كريم is ان بريمري 4 كريم في الصف الرابع لو قال لك انا في الصف الخامس يبقى نحط تحت فورس علامه صح false نمبر 3 بيقول لك كريم has one sister هو قال لك I have a sister يبقى عنده اخت واحده نحط تحت منها ايه ترو علامه صح تحت ترو علامه صح هنيجي السؤال اللي بعد كده يا اولاد هيقول لك answer the following questions where does كريم mother work أين تعمل أم كريم؟ يبقى هنا قال لك في الفقرة she works in a hospital. نكتب مع بعض. number five. what does kareem's sister want to be؟ أخت كريم عايز تبقى إيه؟ هنا أولاد في الفقرة قال لك she wants to be a musician. يبقى نكتب هنا أولاد الإجابة she wants to be a musician. she wants to be a musician. C writing. 6. rearrange the following words to make correct sentence. أول واحدة عندنا أولاد نمبر 1، جيب لك a vet to be. Why, want, do you? هنا نبدأ بكلمة why. فنقول الولاد إجابة، نكتب نكون السؤال مع بعض، فنقول: why do you want to be a vet؟ Number 2، هنا أولاد بيجاوب على السؤال بس الكلمات متلخبطة. فقال لك like because animals helping I فالإجابة أولاد نكونها مع بعض فنقول because I like helping animals أنا أحب أسد الحيوانات number three models like the engineer does building يبقى نبدأ بكلمة does أولاد فنقول does the engineer like building models هل المهندس بيحب يبني موديلات؟ Number 4 give لك likes he computers programming يبقى نرتب الجمله مع بعض يا اولاد فنقول ايه he likes he likes programming computers هو يحب ان يصبح مبرمج كمبيوتر Number 7 look and write a paragraph of five sentences هيا انظر الى الصوره واكتب باراجراف من خمس جمل هنا أولاد شايفين في الصورة قدامنا طبيب بيطرى وهنا أولاد قطتين صغيرين فنكتب الجمل اولاد على الصورة فنقولوا there is a vet هناك طبيب بيطرى he takes care of sick animals هو يعتني بالحيوانات المريضة there are two kittens هناك قطتين صغيرين he likes his job هو يحب مهنته I want to be a vet أنا أريد أن أصبح طبيب بيطري number eight bank with the following سؤال عن الترقيم يا أولاد number one where is Hiba's violin يبقى ده سؤال يا أولاد أول حاجة W تبقى كابتن هبة ال -H كابتر وهنا أبوستروف ونحط علامة استفهام. نمبر 2: I don't have an idea. يبقى هنا أولاد الاي تبقى كابتن وهنا في أبوستروف يا أولاد بين الإن والتي ونحط في نهاية الجملة نقطة. هنا أولاد السؤال الأولاني كان هنا أولاد معناه أين آه كمان هبة وهنا أولاد بيقول أنا ليس عندي فكرة. I don't have idea and idea ليس لدي فكرة وبكده يا أولاد وصلنا معاكم نهاية درسنا النهاردة أرجو استفدتم معانا وإلى اللقاء في درس جديد من دروس مادة اللغة الإنجليزية للصف الخامس الابتدائي الفصل الدراسي الثاني وما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته